ساعات قليله وهيزيد في النادي الاهلي. خبر سار لجماهيره، موسيماني باقي لعامين قادمين. بعد انجازات وبطولات وارقام تاريخيه، خلاص سيبقى موسيماني في النادي الاهلي، المدرب اللي حقق تقريبا معظم البطولات اللي شارك فيها، اللي حقق ارقام قياسيه كبيره، خد قراره وهيستمر في الاهلي. ايوه عنده عروض كتير طبيعي، ما الاهلي كان البوابه الاكبر لكل المدربين، بس هو عرف وفهم وتاكد خلاص ان مفيش احسن من الاهلي، مفيش اهم من الاهلي، بالشعبيه الكبيره اولا، وطبعا البطولات اللي بتتاخد كل يوم زي فطارك الصبح كده. مع الاهلي اكيد الكل كسبان، وموسيماني بقائه في الاهلي يكسبه اكتر، وهو عارف ده.